السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم فؤاد بقوى، نائب الاتحاد الوطني لوكالة العقارية بالمغرب. أولا وقبل كل شيء نشكر وزارة إعداد التراب الوطني وسياسة المدينة والإسكان على هذه البادرة الطيبة اللي استدعت الوكلاء العقاريين باش يساهموا في هذا اليوم التحسيسي ديال غسل الأموال. هذا ظاهرة، هذه ظاهرة صعيبة اللي تعاني منها المجتمعات العالم بأكمله. حنا كوكلاء عقاريين ان شاء الله غنساهموا في هذا في هذا في هذا في هذا في هذه العملية، ونتمنوا ان شاء الله التوفيق من الله. ومن هذا المنبر هذه تنحيي جميع الناس اللي حضروا، جميع الوكلاء العقاريين ديال المغرب وجميع الجمعيات، وهذه يعني فرصة ان شاء الله اللي غادي نشوفوا الافاق. يعني راه وزارة الاسكان تاهي راه يعني دارت الجهود ديالها، وبما ان القانون في الامانة العامة للحكومة، دونك راه قريب يخرج للوجود ان شاء الله. وبما ان مهنة الوكيل العقاري غتنظم، يعني غادي يكون يعني غادي تكون يعني بادرة، وغادي يكون باب مفتوح للاستثمار. وتنعرفوا بان العقار هو سميتو هو الترمومتر ديال الاقتصاد. ان كان العقار خدام راه تيكون الاقتصاد غادي مزيان. وشكرا لهذا المنبر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، معكم حميد رياض، رئيس الاتحاد الوطني لوكالة العقارية بالمغرب. شكرا للاستضافه. بالنسبه لنا هذا اللقاء اللي هو محاربة غسل الأموال اللي نظمته الهيئة الوطنية، حنايا كان حضور ديالنا بخصوص هذا القانون هذا. حنا بصراحة مع الأسف حنا كوكلاء عقاريين في المغرب، يعني الدولة الوحيدة اللي كاينين في شمال أفريقيا اللي ما عندناش قانون منظم المهنة، يعني وهذا إشكال كبير. ثاني حاجة، لا الوزارة ولا الدولة ولا الهيئة كيطلبوا منا باش نتعاونوا، وفعلا خصنا نتعاونوا لانه مصلحه الوطن هي الاولى، ولكن حنا راه ما عندناش قانون اللي كينظمنا. العشوائيين والمتطفلين والناس اللي كيزاولوا هذه المهنه اللي كثر منا ومستافدين من هذه المهنه ديال الوسطه العقاريه، اغلبيتهم موظفين كيزاولوا في جميع الادارات وظائف اخرى، وهما اللي ولاو كيديروا استثمار حقيقي اللي حنا محرومين منه. حنا دابا ما عندناش قانون اللي كينظم المهنه باش يمكن ينجح هذا اللقاء وهذا ونوصلوا للهدف المبتغى اللي كتقلب عليه هذه الهيئه. هو القانون يخرج منظم المهنه اللي هو باقي في الامانه العامه للحكومه، علاش مبلوكي تقريبا هذه 10 سنين ولا اكثر؟ ما نعرفش. ثاني حاجه، الناس اللي غيكون فيها هذا التملص ديال غسل الاموال غيكون عند جهات اخرى اللي غير معنيه بهذا القانون. احنا كوكلاء عقاريين هذا القانون كيهمنا وكيقصدنا ومذكورين فيه، ولكن هذاك العساس اللي في الزنقه، ولا هذاك اللي ما كيدير حتى حاجه، ولا هذاك الموظف اللي في المؤسسه ولا في هذه الاداره ولا في هذه الاداره، راه كيدير هذا العمل اللي كنهضروا عليه، ولكن ما كيهضرش عليه القانون. دونك باش نوصلوا للنتيجه خاص يخرج القانون اللي كينظم مهنتنا، باش نتعاونوا مع القانون اللي كيحارب غسل الاموال، باش نحافظوا على الامن والاستقرار ديال البلاد ديال المغرب. تحياتي لكم وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم فؤاد بقوى، نائب الاتحاد الوطني لوكالات العقاريه بالمغرب. اولا وقبل كل شيء نشكر وزاره اعداد التراب الوطني وسياسه المدينه والاسكان على هذه البادره الطيبه اللي استدعت الوكلاء العقاريين باش يساهموا في هذا اليوم التحسيسي ديال غسل الاموال. هذا ظاهره، هذه ظاهره صعيبه اللي تعاني منها المجتمعات العالم بأكمله. حنا كوكلاء عقاريين ان شاء الله غنساهموا في هذا في هذا في هذا في هذا في هذه العمليه، ونتمنوا ان شاء الله التوفيق من الله. ومن هذا المنبر هذه تنحيي جميع الناس اللي حضروا، جميع الوكلاء العقاريين ديال المغرب وجميع الجمعيات،
وهذه يعني فرصة إن شاء الله اللي غادي نشوف الأفاق. يعني راه وزارة الإسكان تاعي راه يعني دارت الجهود ديالها، وبما أن القانون في الأمانة العامة للحكومة دونك راه قريب يخرج للوجود إن شاء الله، وبما أن مهنة الوكيل العقاري غتنظم يعني غادي يكون يعني غادي تكون يعني بادرة، وغادي يكون باب مفتوح للاستثمار، وتنعرفوا بأن العقار هو سميتو هو الترمومتر ديال الاقتصاد. إن كان العقار خدام راه تيكون الاقتصاد غادي مزيان. وشكرا لهذا المنبر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.